من الميادين نشرة الأخبار، السلام عليكم وإلى عناوينها. أوباما وبوتين يشددان على الحل السياسي للأزمة السورية، ومجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار غربي بشأن الوضع الإنساني. أصابني تحبس بالمي بالدماء، أنا انتفخوا إجري ومثاني تبعتي لفوق من وراء أكل رجل عصفور، هذا اللي تعرف ياكلوا الدواء ما بقى. تكشف المزيد من قصص المعاناة من مخيم اليرموك، وترقب لخطوات جديدة لإنهاء الأزمة بعد إخراج المسلحين الغرباء. إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال في الخليل في الذكرى 20 لمجزرة الحرم الإبراهيمي. الرئيس الأوكراني والمعارضة يوقعان اتفاقا لتسوية الأزمة السياسية في البلاد. أهلا بكم. أكد الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بحسب ما أعلن البيت الأبيض. البيت الأبيض قال إن أوباما وبوتين ناقشا خلال اتصال هاتفي المخاوف بشأن الأزمة الإنسانية السورية، وشددا على ضرورة أن تنفذ دمشق الاتفاق بشأن التخلص من أسلحتها الكيميائية. المحادثة الهاتفية بين بوتين وأوباما تأتي قبيل ساعات من تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار غربي بشأن الوضع الإنساني في سوريا. مراسل الميادين في نيويورك أفاد أنه لم تجري أي تعديلات حتى الآن على مشروع القرار، ولم يصدر أي موقف عن روسيا يشير إلى رفضه كليا أو جزئيا. هذا ويطالب مشروع القرار بوضع حد فوري للعنف في سوريا والمحافظة على تراثها. يدعو المشروع إلى نبذ الإرهاب الذي تقوم به الجماعات المرتبطة بالقاعدة، ويحث المسلحين الأجانب على الانسحاب الفوري من سوريا. كما يدعو مشروع القرار إلى تسهيل عمل الأمم المتحدة لإيصال المساعدة الإنسانية للسوريين، ويدين بشدة الهجمات على المدنيين والقصف العشوائي، مطالبا بإخلاء الأماكن المدنية. وينص القرار على ضرورة رفع الحصار عن الأماكن المأهولة. الأمم المتحدة نفت ما تردد من أنباء عن نية المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي التوجه إلى نيويورك الأسبوع المقبل لتقديم عرض للأمين العام بان كي مون ولمجلس الأمن الدولي حول ما حصل في مؤتمر جنيف 2. ليس من خطة لزيارة نيويورك من قبل الإبراهيمي. هو قال إنه ينوي إنجاز الأمور للأمين العام للأمم المتحدة، ولكن لم يتحدد موعد لذلك حتى الآن. وفي سوريا خرجت عشرات الحالات الإنسانية من مخيم اليرموك بناء على ترتيبات لحل أزمة المخيم وبتسهيل من الحكومة السورية، فيما يترقب الفلسطينيون خطوات جديدة لإنهاء الأزمة بعد التأكد من خروج المسلحين الغرباء من محيط مخيم اليرموك. مجموعة من المرضى إلى خارج مخيم اليرموك، وجع جديد يضاف إلى تلان من المواجع مرت عبر هذه الطرق الوعرة، مخلفات الحرب وبقايا بيوت كانت عامرة بأهلها، وعيون أخرى ترقب بأمل الانعتاق من ظلمات الوجع والجوع والحصار. أصابني تحبس بالمي بالدماء، أنا انتفخوا إجري والمثاني تبعتي لفوق من وراء أكل رجل عصفور، هذا اللي تعرف ياكلوا الدواء ما بقى. لا في صحة، لا في دواء، لا في أكل، لا في شرب. يعني الواحد إذا بنام ببيته صار يخاف، واحد يجي يخلع عليه الباب يفوت يسرقه. أجساد أنهكها الجوع ونقص الدواء، هي ساعات انتظار كأنها دهر قبل الكشف الطبي. الفريق الطبي وحده من يقرر مصير هؤلاء، مصير يريده الجميع خارج أسوار المخيم لينضموا لأكثر من 3000 تم إجلاؤهم. عم نكشف على المريض، إذا بحاجة إنه يطلع على المشفى وحالته حرجة بنبعته على المشفى، أما إذا حالة مرضية بنعالجه هون، بنكشف عليه بالنقطة الطبية الموجودة، بنعطيه علاجه وبنرجعه لجوا، يعني لأنه إحنا بحاجة إنه نتابع المرضى والأطفال على أرض الواقع هون. إخراج المرضى خطوة أخرى تضاف إلى خطوات يجري العمل عليها لإنهاء أزمة اليرموك. إخراج المسلحين الغرباء وإزالة السواتر خطوات تمهد لإعادة اليرموك إلى أهله. نفذنا الخطوة الأولى
التي تقول خروج الغرباء المسلحين الغرباء من مخيم اليرموك، وهذه تقريبا تأكدنا منها. لكن هنالك الآن الخطوة التالية هي إعادة تموضع المسلحين الفلسطينيين الموافقين على المبادرة، زائد مجموعات من الفصائل الفلسطينية حول محيط مخيم اليرموك. خطوات ينتظرها الفلسطينيون داخل اليرموك وخارجه، فقد طال الانتظار لإعادة أهل المخيم إلى بيوتهم. المساعدات الإغاثية أدخلت إلى مخيم اليرموك، والحالات الإنسانية يتم إخراجها. هي خطوات تعبد الطريق نحو حل شامل لأزمة المخيم، استنادا لإخلائه من السلاح والمسلحين. محمد الخضر من مخيم اليرموك جنوب دمشق، الميادين. ميدانيا، كثف الطيران السوري غاراته على مناطق في محافظة درعا، حيث تشير معلومات إلى استعداد المسلحين لشن هجوم واسع من المنطقة بهدف تحقيق اختراق عبر منطقة الغوطة إلى دمشق. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أن مناطق إنخل ونعيمة ودرعا تعرضت أيضا لقصف مدفعي عنيف. يأتي ذلك فيما قال معارضون لوكالة أسوشيتد بريس إن آلاف المقاتلين الذين دربتهم الولايات المتحدة يستعدون لشن هجوم على مواقع القوات السورية في محافظة درعا. الله أكبر، خذ سواتر يا أخي، خذ سواتر. في حلب، تحدثت معلومات عن وصول عناصر الجيش السوري لمنطقة الخزانات في المدينة الصناعية، وأشارت إلى أن مسلحي جبهة النصرة الذين يتمترسون هناك باتوا محاصرين. يأتي ذلك بعدما كان الجيش قد سيطر على قرية الشيخ نجار والشيخ زيات المتخمتين للمدينة الصناعية. هي بيوت ومحال مدمرة تلاقي كل زائر غامر بالوصول إلى هنا. هي بقايا شعارات المتقاتلين على ما بقي من جدران. هي أطلال حرب دمرت كل شيء حتى الشجر. هنا تلة الغوالي، تلة تفصل ريف حلب الشرقي عن المدينة، تطل على عدة قرى للمسلحين. تم السيطرة على التلال المطل على المنطقة الصناعية الشيخ نجار. الشعارات الباقية تشير على من كان في المكان. لواء التوحيد، العلم المثلث النجمات الذي رفعته المعارضة السورية أولا ثم المسلحون. الجيش السوري دخل إلى التلة ثم إلى قريتي الشيخ نجار والشيخ زيات القريتين المتخمتين للمدينة الصناعية جنوب حلب. الهدف منها تطويق المنطقة الصناعية الشيخ نجار وأخذها بالكامل، ثم التقدم إلى السجل المركزي لفك الحصار عنه. لا تزال سحب القصف والمعارك ترتفع صوب السماء. لم تكن معركة السيطرة سهلة. الدشم والأنفاق في كل مكان. هنا سيف يجاور بقايا رصاص وقذائف. شعارات تشي بأفكار المسلحين. وهنا استشهدت شجرة زيتون بعد دمار البشر والحجر. سيطرة الجيش السوري على الشيخ نجار والشيخ زيات ضيقت الخناق وعزلت المدينة الصناعية عن حلب. لا تزال بقايا بعض المصانع شاهدة على الكارثة الاقتصادية لهذه الحرب. السيطرة على المدينة الصناعية ستعزلها عن الريف الشرقي ليبدأ فك الحصار عن سجن حلب المركزي. كل شيء يوحي بأن الحرب في حلب ومحيطها ليست مجرد معارك متفرقة، ربما هي بداية معركة أوسع. آخر تطورات الأزمة السورية، بحثها رئيس تيار المرد اللبناني النائب سليمان فرنجية في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري بشار الأسد قبل يومين. هذا ما كشفه فرنجية للميادين ضمن برنامج الجمهورية، مشيرا إلى أنه ممن راهنوا على صمود النظام السوري على الرغم من كل الضغوطات. مطلوب ضرب سوريا على مواقفها السياسية، على 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 ما هي سوريا السياسية، ومش على ما هي سوريا إذا بدنا نعتبر الداخلية وطريقة النظام وطريقة الحكم وطريقة هول. هلا أخذوا هول لعزك لهولي. هلا اللي صار إنه نفس اللي راهنوا صاروا، هلا شو بيقولوا لنا؟ صار في هلا نغمة جديدة. خيي بس كيف بده يحكم بعد اللي صار؟ أنا عم نقول لكم كيف تعودوا وكيف تتعودوا على الفكرة كيف بده يضل هيك.
النائب سليمان فرنجية لفت إلى أن البلاد أمام مأزق فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي في 25 من أيار مايو المقبل، وأعلن تأييده لترشيح رئيس التكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون، واعتبر أن فريق 14 من آذار تفهم تأليف حكومة وفاق وطني، ورحب باللقاء الذي جرى بين زعيم التيار الوطني ميشيل عون ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري. يلي صار بهالمرحلة انه الكل تفهم وخاصة فريق 14 اذار انه فريق ما حدا بده يروح الى مشكل، خلينا نروح نمرق هالمرحلة بوفاق تنشوف شو عم بصير حولنا، شو عم بصير بالعالم، شو عم بصير بالمنطقة، ومن هون انا بتصور الكل توافق على انه حكومة وفاق وطني هي الضرورة. انا بعتبر انه لقاء جنرال عون مع الرئيس الحريري انا ما اطلعت عليه، بس ولكن بالشكل عم بحكي بالشكل اللي شفته انا انه ليش دائما بدنا ناخده سيء؟ احنا بنعتبره بالعكس انفتاح وجيد، وليش دائما وقت الاخرين بيفتحوا بنقول هذه انفتاح، وقت اللي احنا بنفتح بنقول هذا تآمر. أصيب عشرات الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية إثر مواجهات مع جنود الاحتلال. المواجهات اندلعت خلال إحياء الفلسطينيين ذكرى السنوية لمجزرة الحرم الإبراهيمي. عشرات الإصابات بالرصاص المطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع شهدتها مدينة الخليل إثر مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية، من بين الجرحى 5 صحفيين منهم مصوران متعاونان مع قناة الميادين فيما اعتقلت عددا من المتظاهرين. قامت قوات الاحتلال بقمع هذه المسيرة المطالبة بإعادة فتح شارع الشهداء بعنجهية كبيرة، قامت بضرب المشاركين وبإطلاق القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المشاركين. المواجهات اندلعت إثر قمع قوات الاحتلال لتظاهرة سلمية نظمها شبان ضد الاستيطان في الذكرى 20 لمجزرة الحرم الإبراهيمي التي استشهد فيها 25 فلسطينيا على يد طبيب متطرف وهم يؤدون صلاة الفجر. ما زال الاحتلال يعاقب الضحية من خلال الإغلاقات المستمرة تتعدى 10 شوارع في قلب مدينة الخليل والتوسع الاستيطاني. نقول هنا ونؤكد أن على الاحتلال أن يرحلوا، على المستوطنين أن يرحلوا. المتظاهرون طالبوا بفتح شارع الشهداء الذي أغلقته إسرائيل بعد المجزرة وقطعت معه رزق آلاف الفلسطينيين بإغلاقها أكثر من 500 محل تجاري بأوامر عسكرية، وتحرم على من يسكنون الشارع عبوره إلا في مقاطع معينة وسيرا على الأقدام فقط. من أجل انتزاع حق أساسي من حقوقنا وهو الحق بالحركة الحرة في مدينتنا والحق باستعادة حرمنا الذي اقتطع الاحتلال جزء منه. ويعاني سكان الخليل من عربدة 500 مستوطن يتمتعون بحماية أكثر من 3000 جندي فيعتدون على السكان وممتلكاتهم في محاولة لتهجيرهم عن الخليل. شارع الشهداء شاهد حي على عنصرية الاحتلال ورغبته الدائمة بتهجير الفلسطينيين عن أرضهم وتسهيل استيلاء المستوطنين عليها. نسر سلمي من أمام شارع الشهداء المغلق في مدينة الخليل المحتلة الميادين. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الدبلوماسية الأمريكية لم تفلح في إنجاز اتفاق إطار لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. تصريحات عباس جاءت خلال لقائه بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في باريس. بعد 3 أشهر على الأزمة وسقوط عشرات القتلى والجرحى في ساحة كييف، جاء الاتفاق بين الرئيس الأوكراني ومعارضيه لإنهاء الأزمة. أبرز بنود هذا الاتفاق الذي ولد على وقع تجدد الاشتباكات في كييف في هذا التقرير لجراسا بيطار. إلى طاولة التسوية جلس الرئيس الأوكراني مع زعماء المعارضة. الأحرف الأولى لتسوية الأزمة وقعها فيكتور يانوكوفيتش في حضور وزيري خارجية ألمانيا وبولندا والمبعوث الروسي كوسطاء. لوحظ عبوسه أثناء جلسة التسوية مع زعماء المعارضة التي تمثلت بحزب الضربة وحزب الوطن الذي ترأسه رئيسة الوزراء السابقة المسجونة يوليا تيموشينكو وحزب الحرية. اتفاق التسوية يقضي بعودة أوكرانيا إلى دستور عام 2004،
ينص هذا الدستور على إقامة نظام برلماني رئاسي وتقييد صلاحيات رئيس البلاد. الديوان الرئاسي أعلن أن الاتفاق ينص كذلك على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد إقرار دستور جديد، وذلك قبل كانون الأول ديسمبر من العام الجاري، بالإضافة إلى تغيير قانون الانتخابات وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية على أساس القوائم وفقا لقواعد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولجنة البندقية. البرلمان الأوكراني أقر في جلسته عودة البلاد إلى دستور عام 2004، وصوت أكثر من 300 نائب لصالح إقالة وزير الداخلية، والحكومة تعهدت بعدم إعلان حالة الطوارئ في البلاد. كل تلك التطورات جاءت عقب إعلان سابق ليانوكوفيتش بالمبادرة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة وفاق وطني وإجراء إصلاح دستوري من أجل وقف إراقة الدماء في البلاد. على خط موازن لقطار التسوية تجددت الاشتباكات في كييف. السلطات الأوكرانية أكدت سقوط 80 قتيلا منذ مطلع الأسبوع، بينما تجاوز هذا الرقم لدى المعارضة 100 كحصيلة يوم واحد. في العراق شيع أهالي المسيب جنوب العاصمة بغداد ضحايا التفجير الذي وقع الخميس الماضي في سوق خضار مزدحم وسط المدينة، أسفر عن مقتل 20 شخصا. المشاركون في التشييع نددوا بموجة الإرهاب المستمرة التي تضرب بلادهم. ولك مهوني بابا اخليت روح تفد وياك، تفد وياك بعد قلبي، انا نام بالقبر بمكانك. في الرمادي سقط عدد من القتلى والجرحى جراء تفجير سيارة مفخخة بالقرب من جسر الخالدية. كان 3 جنود قد قتلوا وأصيب 3 آخرون في اشتباكات مع مسلحين في منطقة السجر شمال الفلوجة. يأتي ذلك في وقت يجري الحديث عن خطة حكومية لتسوية أوضاع المسلحين. إصدار عفو عمن غرر بهم من أبناء الأنبار لحمل السلاح وتعويض المتضررين من جراء العمليات المسلحة هي خطة الحكومة العراقية أصلا لحل أزمة المحافظة الواقعة غرب العراق، قدمتها هذه المرة حكومتها المحلية تحت لافتة حل أزمة الفلوجة. لكن المدينة لم تتوقف عند حدودها الاشتباكات، ولم تعلن عشائرها طرد داعش، وما من شيء يشي بإعلان المسلحين الخروج أو الانسحاب أو إلقاء السلاح. فهؤلاء بحسب وزارة الدفاع العراقية معتقلون من داعش، ألقي القبض عليهم بالجرم المشهود. الحل الجوهري غير ممكن، قد تكون هنالك حلول مؤقتة هدفها التهدئة، ولكن حل جوهري أنا في تصوري بحاجة لإعادة إنتاج الدولة من جديد. قصف تجمعات المسلحين سيتوقف، لكن القوات المسلحة ستعاود قصف أي منطقة تنطلق منها أعمال مسلحة. هكذا تترجم القيادة العسكرية العراقية القرار السياسي، فالمجال قد يتسع لاستغلال مبادرات الحل ولخرقها بضربات نوعية ينفذها المسلحون. قد يكون هناك بعض من غرر بهم سيعودون إلى رشدهم بهذا العفو، لكن أيضا لا نمنع من أن يكون الحل أيضا سياسيا وأن يكون هناك مؤتمر كبير لضم شيوخ العشائر. وفيما سيخصص ضمن المبادرة ما يقارب 10 مليون دولار كقيمة أولية لتعويض أصحاب المنازل المتضررة من جراء العمليات، فإن تعويضات الدوائر والمؤسسات الحكومية ستكون من الوزارات التي تتبعها. وسواء أكانت المبادرة من الحكومة المركزية أم المحلية في الأنبار، فإنها تعد فرصة ثانية وبابا يفتح لحل سياسي يطرحه من يكتسب شرعية سياسية ودعما أمميا في هذه الحرب. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. في اليمن قتل شخصان وأصيب نحو 10 آخرين بنيران قوات الأمن اليمنية في مدينة خور مكسر بمحافظة عدن خلال تفريق تظاهرة للحراك الجنوبي ترفض تقسيم محافظات الجنوب. عشرات المحتجين تعرضوا لحالات اختناق بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع منعا لوصولهم إلى ساحة العروض.
وفي الصومال تبنت حركة الشباب هجوما استهدف المجمع الرئاسي في مقديشو أسفر عن سقوط 11 قتيلا. الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود نجا من الهجوم الذي مهد له بتفجير سيارة مفخخة. مرة أخرى تستفيق مقديشو على يوم دام جديد. مسلحون من حركة الشباب الصومالية يشنون هجوما على القصر الرئاسي. المهاجمون الذين فجروا عبوات عند بعض البوابات تبادلوا إطلاق النار مع الحراس، ما أسفر عن مقتل مدير مكتب رئيس الوزراء. وبعد ساعات من الاشتباكات وتدخل القوات الإفريقية، تؤكد الرئاسة الصومالية أن قواتها الأمنية فرضت سيطرتها على القصر الرئاسي وقتلت 9 من المهاجمين. المسلحون الذين هاجموا القصر الرئاسي لقوا حتفهم جميعا على يد قوات الأمن، وبهذا فشلت خططهم التخريبية، ونحن سنواجه بحزم كل أعمال عنف من قبل رافضي السلام. حركة الشباب الصومالية تبنت الهجوم في بيان صحفي نشرته على مواقع تابعة لها، وتقول إنها قتلت في الهجوم عددا من قادة الأجهزة الأمنية ومسؤولين حكوميين. المحللون يعتقدون أن الهجمات النوعية التي تشنها عناصر حركة الشباب في الآونة الأخيرة تهدف إلى صرف الأنظار عن الجهود العسكرية الرامية لضردها من جنوب ووسط الصومال. يعتبر هجوم اليوم على القصر الرئاسي من أخطر هجمات التي نفذتها حركة الشباب المجاهدين منذ 2009، وهو هجوم الذي استهدف القصر الرئاسي الأول من نوعه. في وقت كانت الحكومة الصومالية تتعهد بضرب مقاتل حركة الشباب من البلاد، تضرب الهجمات الانتحارية القصر الرئاسي، هجمات تشكك مدى قدرة الحكومة الصومالية على ضرب الشباب المجاهدين من البلاد. شفيع محمد، مقديشو، الميادين. في الشأن الفنزويلي، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن استخدام السلطات الفنزويلية القوة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول. في المقابل، دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إجراء حوار مع السلطات الفنزويلية. توجه مادورو إلى أوباما بالقول: اقبل التحدي أيها الرئيس، وسنبدأ حوارا رفيع المستوى ونضع الحقيقة على الطاولة. صباح الخير مجددا. نجاة الرئيس الصومالي من محاولة اغتيال والاتفاق بين الحكومة الأوكرانية والمعارضة موضوعان بارزان في عناوين بعض الصحف العربية الصادرة اليوم. والبداية مع أبرز ما جاء من عناوين في صحيفة الوطن العمانية: سوريا تصويت في مجلس الأمن تحت عنوان المساعدات الإنسانية، وأمريكا وحلفاؤها يتفقون على آلية موحدة لدعم المسلحين. أوكرانيا عودة دستور 2004 وإقالة وزير الداخلية والتمهيد لإطلاق تيموتشانكو بعد اتفاق المعارضة والحكومة. والرئيس الصومالي ينجو من هجوم على قصره. إلى أبرز ما جاء من عناوين في صحيفة القدس العربية: عرض سعودي أمريكي لحزب الله، الانسحاب من سوريا مقابل الجهاديين، محاصرة كتائب عزام وتجفيف المنابع في مخيمات لبنان وليبيا وتونس، ومرونة في خطاب قادة تيار المستقبل. الصومال: الرئيس ينجو من هجوم كبير لحركة الشباب على القصر الرئاسي، خلف 19 قتيلا بينهم مدير مكتب رئيس الوزراء. وبعد المجزرة: اتفاق سلام هش في أوكرانيا، انتخابات مبكرة ودستور يحد من صلاحيات الرئيس. إلى أبرز ما جاء في صحيفة الوسط البحرينية: اتفاق سلام في أوكرانيا يمهد الطريق لانتخابات رئاسية مبكرة. بريطانيا وإيران تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية المباشرة. والمعارضة تتبرأ من جهات تدعو للعنف وتطالب بخارطة طريق للحوار. في صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقرأ: اتفاق ترعاه واشنطن يحدد الجماعات السورية المستحقة للسلاح، تأجيل التصويت على قرار دولي لإيصال المساعدات للسوريين بطلب من موسكو. نجاة الرئيس الصومالي من محاولة اغتيال وهجوم على القصر الرئاسي وقت صلاة الجمعة خلف 14 قتيلا. تحطم طائرة إسعاف ليبية فوق الأراضي التونسية ومقتل جميع الركاب 11 وضمنهم الزعيم السابق للجماعة المقاتلة. أما في صحيفة الأخبار اللبنانية فنقرأ: مخطط تفجير الشياح، نعيم عباس يعترف داعش أرادت جر الضاحية إلى معركة ضد الطريق الجديدة.
أوكرانيا اتفاق اللحظة الأخيرة. وعباس يرفض مقترحات كاري حول خطة الإطار لا تعطينا السلام الذي نريد. وأخيرا في صحيفة الراي الكويتية حديث إيراني عن تسوية بحرينية بحكومة توافقية يقودها خليفة بن سلمان. وبهذا العنوان نصل إلى ختام جولتنا، نلقاكم في برنامج آخر طبعة. عودة إليك فتون.